الاستثمار الأوروبي الضخم في مصر وقبله من شركات أخرى عربية وغير ذلك، كلها نتيجة أن هناك أصبحت بيئة يعني وما زلنا في الطريق، لا نقول أن الأمر انتهى أو أن يعني الوضع مستمرين أفضل شغالين. لأفضل بالتأكيد، ولكن يعني مهم نتوقف أمام دلالات هذه الأمور لا تتم صدفة، لا صح. يتم فجأة أن تأتي شركات أو دول بتضع عشرات المليارات من الدولارات والجنيهات عندما يتم تحويلها لجنيهات في مصر للاستثمار، هذا لا يحدث أبدا بدون دراسات وبدون معرفة هذه الشركات أن هناك فرص متبادلة وإمكانيات متبادلة لتحقيق مصالح مشتركة. اليوم كان يوم تاريخي، وهذه قمة تاريخية، رفع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية ممكن سيادتك والشاملة. تشرح لنا الشراكة الاستراتيجية الشاملة ماذا تعني للمشاهد الكريم؟ طبعا نقدر نبسطها ببساطة شديدة جدا، نقول أن العلاقات كما يعني بين الدول كما هي بين البشر لها مستويات، هناك علاقات عادية وهو علاقات طبيعية، علاقات قوية، علاقات تاريخية، ولكن كل ذلك في إطار العلاقات التعاون التي تقوم على المصالح المشتركة، يعني في عند حضرتك مشروع كويس بعمله، عندي مشروع كويس بتعمله، بننسق مع بعض في المحافل الدولية. الشراكة الاستراتيجية هي مستوى مرتفع وراقي من العلاقات، معناه أولا أن هناك شراكة، شراكة يعني ما هو أكثر من مجرد المعرفة أو العلاقة العادية، شراكة يعني ندية، يعني مساواة، يعني ارتباط والتزام وثقة متبادلة. استراتيجية معناها بعيدة المدى. شراكة استراتيجية وشاملة إذا هي علاقة قوية جدا تقوم على الشراكة بالندية والمساواة بعيدة المدى، ليست مجرد، هو التزام بعيد المدى من الطرفين تجاه بعضهم البعض. شاملة هي في السياسة وهي في الاقتصاد وهي في الهجرة وهي في الطاقة وهي في الأمن وهي في مكافحة الإرهاب وهي في تحقيق الاستقرار، كلها مصالح مشتركة. احنا يعني لازم نتحدث عن انه هناك مصالح مشتركة حقيقية، أوروبا تريد أن ترى استقرارا في المنطقة وهذا هو ما تريده مصر، أوروبا تريد طاقة لأن وضعها في الطاقة معلوم، ومصر عندها إمكانيات لتصدير الطاقة سواء الكهرباء من خلال الربط الكهربائي، سواء الغاز المسال، سواء الطاقة الجديدة والمتجددة والخضراء والهيدروجين الأخضر، هناك أشياء حقيقية دفعت أوروبا أن تأتي اليوم، ليس لكي يعني مش عشان يدونا فلوس يعني، لا 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 لازم اكبر من لازم كده، لازم يبقى واضح. أيوة. يعني الفلوس دي معظمها ضمانات استثمار وضمانات تمويل بالزبط. وليست منح او مساعدات او هبه. أيوة. او لا اطلاقا، هذه يعني دليل قاطع على ما وصلت اليه امكانيات التنميه في مصر. هناك الان من يراهن على مصر، على مستقبل مصر الجيد والأفضل إن شاء الله. نعم. الاتحاد الأوروبي وقبل ذلك حتى في الشراكة المصرية الإماراتية في رأس الحكمة. نعم. والكثير يعني من يتابع الأخبار بس دون انتقاء هنجد أن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس كل يوم والتاني هناك استثمار أجنبي جديد من جميع الدول، من الصين، من أسبانيا، من روسيا، من أمريكا، من كل الدول هتجد لها مشروعات في مصر وهتجد لها وجود قوي في مصر، بلجيكا النهاردة، النمسا، إيطاليا، شركات كثيرة جدا موجود منها البعض، وسنجد طفرة كبيرة إن شاء الله خلال الشهور والسنوات القادمة في ذلك الاتجاه. سيادة المشار أحمد، ربما أيضا فيما يتعلق بالتكنولوجيا وتوطين التكنولوجيا أو